ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، الفيديو النهارده هيكون فيديو صغير جدا مش كبير. ده ريفيو عن الفرشة دي بتاعت الواجهة. انا كنت اشتريتها من مصر عشان نحط عليها الغسول ويتغسل بيها الوش. حلوة جدا جدا، بتنظف البشرة لأعمق وأدق التفاصيل وأعمق الحتت، بتنظف جدا جدا. فيها جنبين، الجنب الاولاني ده ناعم جدا عشان خاطر تقدري تستخدميه للبشرة كلها، تغسلي بيها الوش كله. والجزء ده هنا سيليكون، بيعمل كده زي لما بتغسلي بيه الوش، بيعمل كده زي تنشيط للدورة الدموية في الوش، بيوصل برضو للأماكن الضيقة اللي هي زي اللي عند البثور السوداء. كمان تقدري تستخدميه لو عندك حتة مثلا بتقشر في وشك، فالجزء اللي هو السيليكون ده تقدري تستخدميه عشان بالغسول بيساعدك ان انتي تقشري زي المنطقة اللي هي حوالين الأنف او مثلا فوق من عند الجبين من فوق او الدقن، بتقشر معاكي، تساعد انها تقشر بسرعة. مفيدة جدا وجميلة. انا كنت جايباها من مصر ب20 جنيه، ولقيتها موجودة هنا بتتباع في ماكس ب17 ريال. ممكن تلاقيها بتتباع برضو في المحلات اللي بتبيع مستحضرات تجميل، ممكن تلاقيها اقل. دي صراحة لما جربتها حسيت ان دي لازم تكون موجودة عند كل بنت وفي كل بيت في بنت، لانها بتساعد جدا ان انتي تنضفي وشك اكتر من ايدك، من ان انتي تستخدمي ايدك وتغسلي. لا، دي عشان بتوصل وبتتغلغل يعني لاضيق الاماكن، وبتنضف كويس جدا المسام. كمان لما ببقى مثلا حاطه ميك اب، باجي احط مثلا الغسول عليها، لا بتنضف الوش كويس، مش بتهيج البشره، مش خشنه خالص، عشان زي ما قلت لكم ان المنطقه دي ناعمه، فبتحسي كده ان هي حاجه كده طريه كده، عامله زي الملمس الحرير كده على البشره، مش قاسيه خالص. فانصحك ان انت تجيبيها وتجربيها. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها. شكرا وباي باي.